نحن الآن أمام حادث غريب، حادث أسهل الجميع، حادث تحدثت عنه القنوات الفضائية والصحف في مدينة نانت بفرنسا، اختراق شجرة لسيارة بصورة غريبة جدا بدون حدوث أي شقوق أو خدوش على السيارة. والآن سيتم تصوير هذا الحادث من مكان الحدث. فاتقوا معنا. كان معكم مراسلكم أيمن شريف من مكان الحدث، الحدث الذي حير الأجهزة الأمنية والشرطية في مدينة نانت فرنسا. وإلى اللقاء.